مساء الخير، اهلا وسهلا بك المستمعين نينار اف ام. انت عم تسمعوا برنامجنا المعتاد كل تنين ستة المساء استديو 14. لكل اللي عم يسمعونا فيكم تسمعونا على 89.6 من دمشق وعلى 93.8 من حمص والمنطقة الوسطى، وفيكم تتواصلوا معنا على 1444 من أي موبايل وعلى 33.10.34 من أي هاتف أرضي. ليش بكم تتواصلوا وشان شو؟ أكيد رح نعرف أنا وأنتوا، بس نقدم ضيفنا لليوم. ضيفي نجم شاب بيمتلك ابتسامة جذابة وعيون أحلى. هلا حنقول له ما شاء الله عنك، تطور نجاح نجومية سريعة، بزنس مان من الدرجة الأولى، بيحبوا الصبايا وهو بيحب هاي الروح الطيبة وقلبه الناصع بالبياض. عنا وقف استند نطر بس بالآخر صبر وحصد نصيدة نتيجة هالصبر ونجاحاته المستمرة. ابن سوريا يلي دايما سوريا وقفت حده بالبدايات وبي طريق النجومية الصعب، موهبة شابة انطلقت من الشام ورست وبعد عم تنجح وتستمر بالنجاحات، قدم الكثير للصبايا، هو رومانسي حالم عاشق محب يمكن كثير من الألقاب اللي بيستاهلها، قدم نفسه بطريقة صح بالوقت الصعب، يمكن شوي المنافسة كانت قوية بس كان قدها، حفر اسمه بحروف هيك من قلوب، عادة أنا بقول حفر اسمه بالصخر، حفر اسمه بخيوط من ذهب، هو بقلوب صغاري بمحبة الناس والجمهور اللي تابعوا ومستمر بيتابعوا. واليوم مفاجئنا محمد باشا بإطلالته بستوديو 14. أهلا وسهلا فيك يا محمد. أهلا وسهلا فيكم، مساء الخير غياس نينار اف ام، شكرا لاستضافتكم، وان شاء الله كل اللي عم يسمعونا عبر اسير الاذاعه عن طريق الانترنت يقضوا معنا ساعه حلوه من الوقت معك بالاستوديو 14. وتفضل. اهلا وسهلا فيك يا محمد. حنبتدي بالهيت الاغنيه الجديده من البومك الجديد انا المشتاق، وبعد منها حنكمل نحكي اكثر واكثر واكثر. فقدلك واشتقت لك اشتقت لك ما عم بعرف عبر محمد. أنا المشتاق، مبروك الألبوم ومبروك الانطلاقة، كانت من يومين ثلاثة بس أطلقتها بفندق الشيراتون، حصدت نجاح جماهيرية اليوم. هيدا الحب اللي أنت لمسته من جمهورك، من الفانز، من اللي عم يتابعوك بوقت صعب، أنت قررت تطلق الألبوم مع حفل إطلاق الألبوم. عادة المطربين بينزلوا سينجل، بينزلوا فيديو كليب، بيعملوا جهدهم هيك شوي، بيعملوا ريمكس لأغنية جديدة مثلا بيرجعوا، بس انت ألبوم ما شاء الله عنك وحفل اطلاق ألبوم، وشفنا بعيوننا كلنا صحافة واعلاميين قدي انت حسيت هذا النجاح. فمحمد من عندك هلا. بدي اقول اول شيء انه انا من قلب سوريا، انه انا من الشام، اني انا التقي مع جمهور هاي بلد، جمهور بلدي، شباب وصبايا بلدي، مع الاعلاميين، صحفيين، تلفزيونات، راديوهات، كل اللي كانوا متواجدين. بالنسبة لي من 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 أحلى يعني أحلى اللحظات هي كانت هذا النهار، إنه أنا أطلق ألبومي احتفل بنجاح ألبوم أنا المشتاق مع جمهور بلدي، يلي مثل ما قلت إنه كان هو عم بدعمني، هو الدعم الأساسي والأول لي إنه أنا أطلع من بلدي، الناس تحبني لحتى أنا أحمل اسم بلدي لكل بلدان العالم. هذا التوقيع، هذا النهار، شو ما حكيت عنه ما لح يكفي. هي الجمعة الحلوة اللي كنا فيها، العالم كله اللي 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 اجوا من 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 كل انحاء سوريا،
لحتى عن جد يلتقوا فيني، لحتى أخذ معهم صورة، لحتى وقعوا على الألبوم، أتشكرهم لوجودهم. كان من يعني شو بدي أقول لك، عن جد لحظات كتير حلوة. بدي استغل فرصة أسمع منحكي هلأ مشان ما نفوت موضوع تاني، إنه أنا بدي أعتذر من كل اللي ما قدرت إني أتصور معهم، لأنه ما شاء الله من كتر العالم يعني مو الكل قدر يوصل لعندي، مو الكل قدر إنه يتصور معي أو يحصل على توقيعي. بوعدهم إن شاء الله بمرات قادمة إنه نقدر أنا نلتقي مع بعض مرة تانية وشوف الكل وتصور مع الكل. أكيد أكيد طبعا، هي كلنا لاحظنا الارتباكات، ضيق المكان صح. شوي والحشد اللي كان منع شوي هيك من الفانز والمعجبين انه يكونوا حدك. يعني هذا يمكن مثل ما انت وعدتهم، وهن عندهم هي الثقة الكبيرة صح. فيك. ما حدا نزعل، كل كان مبسوط. انا شفت ناس اخذوا البوستر بقى عم تبكي صرايا اذا اخذتوا البوستر وبكيتوا كيف لو تاخذوا السي دي. فيعني ما شاء الله بندق لك على الخشب. بس انا قبل كمان ما نكمل بدي وجه تحية لمدير أعمالك أستاذ كريم كبارة، هو مشرف ومتابع دائما لكل أعمالك ومشرف على الألبوم واللي لبكنا اليوم هيك شوي، فنوجهنا تحية ونقول له سلامتك مقرب معنا بالاستوديوهات اليوم. محمد حنذكر كيف فيكم تواصلوا معنا، عشان كتار اللي عم يسألونا كيف فيكم تواصلوا معك اليوم بحلقتنا، فيكم تكونوا على 33 10 34 من أي هاتف أرضي أو على الموبايل من أي موبايل كمان على 14 44، يعني سامسونج اي موبايل اي شركة ما مهم، على 14 44. وفيكن تكونوا مع محمد باش كمان على صفحته، لانه هو عم يتابعكن على تويتر هلا وعم يتابعكن على صفحته. من متواصل مع معجبينه هيك بتنسيق لوحده اليوم محمد. وكمان فيكن تكونوا على صفحة نينار اف ام على الفيسبوك، كمان فيكن تبعتوا اسئلتكن وتحياتكن لمحمد، وفيكن تسمعونا عبر نينار اف ام عبر الانترنت. وكمان هلا كنا من نوعدكم انه كان فيكم تحضروها بالصوت والصوره بس ما زبطت. ما اشكيك استاذ كريم، قول لهم انه انت اللي ما قدرت تتصور الحلقه. كنا نصور لكم الحلقه ونعرض لكم اياها بالصوت والصوره، بس ما زبطت الامور مره ثانيه. انا مو عامل شعري. اكيد انا تحيه للكل هيدا رؤيتك وقرارك. محمد حنبتدي من النهايه، حنحكي عن البوم انا المشتاق اكثر، ضم 12 اغنيه ومتنوعه ما بين اللهجه المصريه يمكن والسورية اللبنانية وما بين التربي والشعبي والرومانس. يعني انت يمكن شوي هالمدى تطرقت قويت قلبك، بعدت عن اللون الرومانسي تطرقت للشعبي شوي كمان. شو رأيك بالألبوم؟ كيف ملاقي النتيجة؟ يمكن صح بالأول بس يعني الناس بلشت تبعت لك أراء، يمكن بلشت تسمع. أكيد هو الألبوم أصلا هو للجمهور لحتى الناس تسمعه وتعطي رأيها. الألبوم هو 13 أغنية مو 12، بس لصحح لك. مكتوب عندي 12. إيه هو ناقصين واحدة في واحدة ناقصة، لأنه كان فيها مشاكل بالكوبي رايتس تبعها، فاضطرينا أنه ما نقدر نحطها بالفيزيكال ألبوم. بس أكيد الأغنية هي موت من شو موجودة بالكل على اليوتيوب، كل أبليكيشنز متوفرة. مثل ما قلت لك غياس، ألبوم 13 أغنية كأول ألبوم في 13 أغنية جديدة، عمل منه سهل. انه انت بهيدا كفنان، انا شاب اول طلعتي بعدني، عم بطلع باول البوم يكون 13 اغنية جديدة، فيها عدة لهجات، فيها عدة ستايلات موسيقية، عم غني فيها مثل ما قلت كتير تنوع كتير. هي الخطوة هي اللي انا حسيت انه هي الخطوة الاولى اللي عم بتحطني بطريق الاحتراف بطريقة صح، انه انا اكون داخل مجال الغناء باحترافية، عم ادي كل الالوان، قادر اني انا ادي اي نوع غنائي باي لهجه. كمان كمان عم نركز على اللهجات. وانه كمان هو مثل ما قلت هديه للجمهور، هديه للفانز، انه يوصل الالبوم للكل بكل الوطن العربي، كل هيدا الجمهور اللي كمان كان واقف معك وعم بيتابعك من اول اطلالتي ببرنامج سار اكاديمي لغايه هاللحظه. فانه تقدم لهم انت اغاني بلهجاتهم بكل اعمارهم، مع اختلاف اعمارهم، شباب يحبوا يسمعوا اغاني شعبيه، في كبار يحبوا يسمعوا اغاني الطربي. فهذا التنوع اجى، هذا هو الهدف من هذا التنوع كان بالبوم انا المشتاق. في مشكله انه كان انتاج الالبوم لشركه مصريه محمد، يعني لقيت انت تواجهت لشركات مصريه او الشركه المصريه تواجهت لك مع احتماليه شركات الانتاج القليله كتير بسوريا. يعني احنا شفنا انه دائما نلتقى عاده بنجوم مطربين سوريين بيقول لك ما في شركات انتاج، صح. ما في انتاج، ما
في حقوق محفوظة للأغنية. يمكن وإحنا عم نزل بالستوديو بتلاقيها صارت على اليوتيوب حدا غناها نسبة لإله. لهيك أنت تم الاتفاق مع شركة مصرية لإنتاج ألبومك، هن داعم للألبوم. يعني جربت مع شركات إنتاج سورية وبقت بالفشل، أنت حاولت تكون منتج منفذ. صراحة أنا بداية كنت عم أنتج أعمالي، يعني بداياتي الأغاني كلماتي بقول من كلماتي وألحاني رح أنساكي مجنون، السينجلز اللي قدمتها بأول فترة السنة أو السنتين من بداياتي. الحمد لله أنه في شركة مصرية جامعة برودكشن هي بالأصل، يعني أنه لقيت فيه أنا لقيت فيه، آمنت بموهبتي أولا ولقيت فيه أنه أنا مشروع نجم، مو بس ببلدي، بالوطن العربي والعالم إن شاء الله، أنه يشوفوا فيه هذا الشيء ويطلبوا مني أنه نحن نوقع كونترا مع بعض ونبلش ننتج ونشتغل. يعني بلشت أنتج لي كل أعمالي وتشتغل لي، يعني هذا بالعكس، هذا يعني أنا بحس حالي عن جد محظوظ أنه أنا قدرت بأوقات صعبة، يعني بفترة الأربع سنين خمس سنين هذا وقت كتير صعب أنه يكون في شركة تجي تقول أنا تعب بدي أنتج لك ألبوم وبدي أصور لك فيديو كليبس وبدي كل هيدي الإدارة كلها، هيدا الجروب اللي كله عم يشتغل معك. فأنا يعني بدي أكيد وجه لهم تحية لشركة جامو، أكيد لكل مجلس إدارة، أكيد الأستاذ كريم كبارة اللي عم بيشرف على كل الأعمال وعم بيشرف، هو كان إشراف ألبوم أنا المشتاق كله واختيار الأغنية، يعني الخبرة اللي عنده حتى بالفوتو سيشن كان عم بيكون حدا. أكيد طبعا ضروري كل فنان بحاجة يكون في شخص عنده خبرة يوجهه يدير باله عليه، هذا الشيء كتير مهم. وأنا هذا الشيء اللي لمسته أصلا بشركة جامو، وهذا الشيء اللي إحنا عم نشتغل عليه أصلا، عم بيشتغلوا عليه فيني لحتى أنا أقدر إني عن جد إنه أنا ارتفع خطوة خطوة وأصل للهدف والحلم اللي أنا إن شاء الله يا رب أكيد حتوصل. وصلت سي محمد، مطمنينك إحنا من الناحية. بس حنحكي مع فرق ما بين شركة منتجة وتنتج لك وتعمل لك وما بين عقد احتكار. وين هن بعقد احتكار؟ شركة منتجة، كل شركة، ألبوم، ألبومين، حفلات فنية. أكيد طول ما في عم يزورني شي طول ما في اتفاق بين الشركة والفن، هذا أهم شيء. يعني هي فيك أنت تقولها مثل علاقة زوجية بين شخصين، بين شركة وبين فنان. إذا ضلوا قادرين يتفقوا مع بعض وضلوا يكفوا فقدروا يكفوا طول العمر، إذا صار بيناتهم خلاف فأكيد لح تنهار هذا الاتفاق، وأكيد في حدا من الطرفين لح يخسر، والخسارة الكبيرة أكيد لح تكون للفنان اللي هو كان دائما محاوط من شركته وعم يدير باله عليه، فجأة بيلاقي حاله بلا شركة وبيلاقي حاله بلا شركة إنتاج. التفاهم اللي بيناتنا بيني وبين شركة جامو هو الأساس اللي نحن عم نشتغل عليه. بس محمد، يعني شفنا كثير من الفنانين قضوا سنة أو سنتين أو كان لهم عقود مع شركات، يعني وهي الشركات حطت أعمالهم بالدروج أو أحبطتهم أو أنه ما بدنا، إحنا موقعين وعم ندفع لك مصاري و إلى آخره، بس ما بتحس أنه هن قدموا شيء لهذا الفنان لفترة بيأدي يمكن لبعد شوي، أنه يبعد الفنان عن نجومه، وجود حدا تاني بالساحة الفنية ظهره، حتى بتلاقي من نفس الشركة، يعني بتلاقي هنا اثنين من نفس الشركة، كل حدا على حساب صح. حدا أكيد كل شركة عندها سياستها بإدارة أعمال الفنانين الموجودين عندها. الحمد لله عم لك أنا شركتي هذا الانتاج الالبوم الاول، انتاج الالبوم الاول هلا على الخطوات بخير الحمد لله، الخطوات بخير. اكيد لما نلاقي حالنا نحن عم نكبر اكثر واكثر، لما يعني هي ان شاء الله بالاخر ان شاء الله نحن نقدر نكفي لاخر العمر، لانه انا بقول لك بالاخر انا لما انا اكون مآمن بشركتي والشركه هي اصلا مآمنة فيني بالاصل، فانا هذا اللي بدي اياه. ما لي حابب انه انا انتقل من شركه لشركه او انا يصير بيناتنا خلاف يا سمح الله باي شيء. بحكم انا عمري، بحكم انا الخبره البسيطه اللي اكتسبتها خلال فتره الاربع خمس سنين، عم يقدر اني انا اقرب وجهات النظر بين بعضنا، اقدر انا اكتسب من خبرتهم وانا كمان اقدم لهم من يعني اوصل لهم فكرتي انا بالمواضيع لحتى نقدر نصل لنتيجة، لأنه لازم بالأخير التفاهم هو أساس كل شيء. إن شاء الله يا رب، وإن شاء الله نقدر نكمل على هالطريق. محمد، بإيدي الألبوم، أي أحلى أغنية مفضلة لك بالألبوم؟ يعني اللي بتحس أنه أنا هاي بسمعها سنين وعمر وكلهم حلو. هلا بدك تجاوب دبلوماسي؟ لا ما جاوب لك. الأغنية الأحلى والأحب لك بالألبوم ألبوم أنا المشتاق، لح أحكي الفكرة اللي اشتغلنا عليها بألبوم أنا المشتاق، أنه كل أغنية تكون منه أغنية تمرق مرور الكرام وتروح. الأغنية كل أغنية مشغولة
بطريقة أنه هي تبقى غنية لازم تضل، لازم تضل عم تسمعها بأي وقت وبأي وهدفنا كان أنه كل أغنية الاستمرارية يعني بتعيش. مثل يعني مثل ما نحكي مثلا أغنية رح أنساكي اللي صار لها 4-5 سنين اللي بعدها هلأ عم تزيد على اليوتيوب والناس عم تسمعها، وأي حدا بتقول له لما تبطل الشباب منك أكيد، وأي حدا بتقول له لما تبطل تشرق شمس رح أنساكي بغري يعني دغري بيعرف الأغنية، ما لازم ما يعرفها. فهذا نحن هدفنا بكل أغنيات الألبوم، نصل لهذا الشيء، نصل على الأغنية المستمرة اللي تحقق نجاح مستمر دايما. اختار أغنية من بينات، اختار لك أغنية من بينات مو اعتباطية اللي أنت عن جد اللي أخذت عن جد منك عن جد كلهم أخذوا يعني كلهم أخذوا من وقتنا وأخذوا من مجهودنا. وكنت بتسجيل كل أغنية بكل مراحل تسجيل اللايف تبعها بالاستوديو الميكس الماسترينج تبع كل هيد المراحل كنا عم نشتغل فيها موجود فيها. فما في جد ما في اختار أغنية على الثانية، بضل بسمع آراء الكل آراء الفانز مين حب أغنية أكثر من يعني شو حبيته أكثر. وعلتك أي أغنية؟ أنا لأن أنت بعرف الدعم الأول والأخير واللي بترجع له بالبيت والماما. تحياتنا لوالدتك والدك اكيد اخواتك كلهم. بس ماما اي اغنية عندها اللي ماما حبيت؟ انا المشتاق. انا المشتاق اكيد اقرب لهم الاغنية يعني صراحة اكتر اغنية في بي بدندن الصبح غني لي الاغنية الطربية للالبوم بغني معناتها انا لك انا صاحبي انا صاحبي انا والبابا فمعناتها بدنا نقول له على غني لي غني لي بحبها كثير بي بهلا بدي اهديها اكيد ان شاء الله على السماعة اكيد متابعنا بدي اهديها بصوتك انت محمد حنسمعها من الالبوم ونسمعها كمان من انك مع الالبوم سوا لك بالطربوش وقدامك العود أكيد الأغنية تنفذت هي من كلمات وألحان وتوزيع أستاذ كريم كبارة وهي عملت تخت شرقي كله كامل يعني كان لايف أكيد ضفنا الترومبيت عليها تجربة حلوة ما كنت متخيل حالي أن أنا أدي فوت بهيدا يعني أني يكون في أغنية بالألبوم أصلا بهيدا
بهذا الستايل. تعرف شو تخيلت؟ تخيلت انه انت حتكون نجم تلفزيوني سينمائي ما بعد الالبوم. يعني هلا حنسمع الاغاني تبع الالبوم وكذا. خساره انه ما يكون عرض عليك دراميا سينمائيا. يعني يمكن هلا خطوه مع الشركه المصريه انه انت تكون نجم تلفزيوني سينمائي ممثل. حنشوفك هيك شيء. كان في مثلت بالكليبات حلو كتير. هلا اكيد في كليبات جديده. واليوم رح نحكي على الكليب اللي نازل اليوم. نعطيها سكوب حصري اليوم اكيد. في عروض كتير اجتني, عروض تمثيل سينما ودراما. بس لهلا ما لقينا يعني ما لقينا الفرصة الجد المناسبة بالوقت الصح انه انا اكون متواجد فيها. عم نشتغل على هذا الشيء, واكيد لما تكون الفرصة مناسبة والوقت مناسب. انا كتير يعني بحب التمثيل, بحب اخوض هذا المجال واخوض هذه التجربة. واكيد مثل ما بتحس حتى الممثلين بيحبوا لك انا بدي يصير مغني. في كتير تجارب انه ممثلين بيحبوا يغنوا وكمان خاضوا مجال التمثيل. كمان انا كحدا بيغني بحب اخوض هذه التجربة, بحب اتعرف على حالي مع بي الكاميرا كممثل, كعم أدي دور, عم أدي شخصية. بعتقد بقدر بيطلع بإيدي. بس بدنا نحطوك هيدا بدور الشاب الحالم الرومانسي مثل أفلام عبد الحليم حافظ. طبعا هذا الأقرب لشخصيتي. بس أكيد يعني دايما مثل يعني لح نبعد أكيد لما أنت تأخذ شخصية مختلفة تماما عن ما الناس متعودين فيك عليها. كيف صرت جمهورك بالفانس بالغناء بالمطربة؟ يعني شافوك هذا الحالم الرومانسي لما حيلاقوك مثلا آخر هلا بعتقد هلا بعتقد نحن بالأصل شركة جامو كانوا عم يشتغلوا على إنتاج فيلم. أكيد الفكرة كانت انه انا لازم اكون الاولى, انه انا اكون يعني مثل ما الناس متعودة علي الشاب الرومانسي الحالي مثل ما عم تقول, لحتى الناس ما تنوز او يقولوا في اختلاف في الشخصية. ان شاء الله نقدر نخوض التجربة بأقرب فرصة ويعني يكون موجود فيها بأسرع ما اذا نسكوب قريبا. انت نجم سينمائي مع شركة انتاجك. يلا شو خلاص يلا من عندك بصوتك محمد باش قريبا نجم سينمائي. محمد باش قريبا نجم سينمائي ولح تعرفوا على شخصيات كتير عندي ما لسه ما مسح لي ارجيكم اياها جد بصوتي. عم بقدر انه انا اقدم احساسي تشوفوا هاي الشخصيه. بس اكيد قدام الكاميرا بفيلم او بمسلسل رح يشوفوا محمد باش مختلف. يعني بما معناته لو قالك لسه ما شفت شيء من عند مازن. حبيبة عمري الباقي أنا المشتاق, وكم أعيتني أشواقي وحيدا أحيا ليلاتي ببعدك. أحن لكل أوقاتي بقربك. تعالي قد أطلت البعد عني فعودي يا ملاكي لدفء حضني. فطيفك يلقاني في كل ركني, يصبرني ويكثر من عذابي. أنا المشتاق وأنت الروح وأنت. مشتاقين نعرف اكثر, رح نحكي اكثر واكثر وحنطلق هيك خبر خاص اكسكلوسيف يوم بحلقتنا باستديو 14 من محمد, وحنتلقى اتصالاتكم ومشاركاتكم بس بعد قصيره كثير مع بريك اراني وبنرجع. لكل مستمعين راديو ينار, انا على موعد معكم يوم الاثنين الساعه 6 المساء باستديو 14 مع غياس. كونوا معنا على السمع. محمد باش. رجعنا لكم باستديو 14. ما شاء الله عم بحاول لحق للكل, يعني على القليل ردوا لهم على الفيسبوك. ما حلحق. بدي وجه تحية لريمي لاروش وهالة كمان. عم تلك صوت الحب الرومانسية من أول الإذاعة بصوتك أحلى باشو. باشو من مصر عم يتابعوك من لبنان عم يقولوا لك أنت حتكون عنا حلا. لأسد شكرا كتير على استضافتكم للباش. إن شاء الله أقدر أقرأ الكل شباب أكيد.
كلفانز ريهام حنان لراش كمان عم تقول لك مساء الحب عم تابعك من مصر ام الدنيا وعم فرحانين كتير بالصور اطلاق الالبوم هنادي كمان بتقول لك يسعد مساك يسعد مساك غياس خليه يغني بتحبني والله انت الفن واحنا منشوف حالنا فيك في حدا عم يقول ارفع راسك انت من معجبين وفانز محمد باشو لا كمان باشو تسلم سوريا ولوطنك الثاني مصر من مصر عم بيتابعوك العبر النت بوجههم تحيه كلهم جد من مصر من المغرب العربي الخليج العربي من سوريا لبنان كل وطن العراق كلياتهم انا عن جد عم تقول كل اسمائهم كلهم متابعون وكلهم نورا مصطفى محمد كنت بتجنن فرحتنا فيك كبيره مثل القمر جماله وطباعه وصوته واحساس بعد مين عم نحاول ما اقرا نعلون مروة كمان عم بتقول لك مشتاقه وفرحانه بك قوي بالمصري شو مفاجأة اليوم سكوب يعني دائما باستوديو 14 لا اطلقنا اول سكوب انت حتكون نجم سينمائي قريبا بفيلم من انتاج شركتك وكمان سكوب اليوم انت صورت انا المشتاق فيديو كليب صار البرومو جاهز البرومو صار جاهز انا جاهز هلا خلال ثواني اني انا انزل لينك ونعمل ببلشينج للبرومو تبع الفيديو كليب الفيديو كليب صورناه بماليزيا اخراج الاستاذ كريم كبارة انت على شركة جامو اكيد بيقدروا هلا البرومو عم يشوفوه على قنوات مزيكا المصرية واكيد هلا بعد دقائق رح يكون موجود على الشانل يوتيوب تبعي youtube.com/muhammadbash وعلى تويتر على الفيسبوك ان شاء الله يعجبهم البرومو وبوعدهم انه خلال فترة قريبة قبل الكريسماس قبل النيو يير يشوفوا الفيديو كليب اكيد منحدد التاريخ تبعه لحتى يحضروا كلياتهم أزعم سكوب خاص اليوم باستوديو 14 دقائق بس هيك قبل ما نشتغل على النت ونلحق موبايلات وكذا على تويتر على الفيسبوك على اليوتيوب محمد باش برومو الأغنية الجديدة برومو الكليب والكليب حيكون قريبا جدا موجود قبل الميلاد ورأس السنة وفيكم تحضروه بس هيك هلا عم نشوقكم ناخذ رأيكم بالبرومو دقائق وبيكون معكم وفيكم تبلشوا تعطونا أرائكم عن الكليب الجديد لمحمد باشا بلش من عندي اللينك صار موجود عندي على تويتر على الفيسبوك على اليوتيوب على كل السوشيال نتوركس اللي بتلاقوني فيها بنفس اليوزر نيم محمد باش على اليوتيوب فيسبوك بالكل بكل الصفحات وبتشرف فيكم تجوا تنضموا لهي الصفحات وتحضروا كل جديد تشوفوا كل الصور الجديدة كل فيديوز جديدة وأهلا وسهلا فيكم صارت موجودة وإحنا ناطرين رأيكم وأرائكم ونعرف رأيكم بالبرومو هيك لمحة صغيرة وسريعة عن الكليب اللي ناطركم بفترة الأعياد أوليفا كمان مثل خير تميز أخلاق راقي مثل الحب وتميز
تتميز على هوا نينار. بنرفع راسنا فيك كبير القلب يا غالية, وأحلى استضافة يعني. حتى كتير من الفانس حاطين صورك على بروفايلاتهم, يعني صورهم الشخصية يعني. بنبسط عن جد, بنبسط, بحب لما يحطوا يعني كمان هن يعني ما بعرف شو بدي اقول. لا انا ما بعرف, عم بطلع الصور ما بعرف واحد من واحد, لانه كلنا الناس كلنا محمد بارش, فهمت علي؟ في ريم وفي حواليفا وفي اتصال كمان بالاضافه للكل. اتصالكم على هوا نينار اف ام استوديو 14. الو, مرحبا. مليون هلا, يسعد مساكم. مساكي. هلا انا بعرف انك ما بدك تحكي معي, اكيد بدك تحكي مع محمد, فمحمد معك. عليك اكيد. شكرا لكل الفريق العمل للاستاذ محمد, يسعد مساكم. يسعد لي مساك. نتعرف عليكي, اسمك؟ انا هبه مسام. هلا يا هبه, تفضلي. محمد معك. كيفك استاذ محمد؟ هلا هبه, كيفك؟ ولا تمام, اشتقنا لك من زمان ما بينت. تشتاق لك العافيه, ومبسوط باتصالك. هبه سمعتي الاغنيه؟ سمعت شوي من الألبوم وحلو كثير, ان شاء الله الف مبروك. الله يبارك فيكي. الله يبارك. الاشخاص اللي كنت حاطه صوت نيالا حاطه صوتك على البروفايل. شكرا يا هبه, شكرا كثير لك. اي حبيتي غنيه حبيتي اكثر شيء من الالبوم المشتاق؟ انا المشتاق هي المصطفيه, انت احلى مصطفيه. طيب يلا لاحضري فيديو كليب جديد انا المشتاق على اليوتيوب, واعطيني رايك. حنستنى رايك. اوكي اكيد ان شاء الله هيك نجاح وتوفيق اكثر, وميلاد مجيد لكم. شكرا سوريا. شكرا ولكل الجيش العربي السوري. شكرا لك لاتصالك. شكرا. باي باي. باي باي. محمد, بتتعرض لهدول المعجبات؟ انا عندي معجبه من المعجبات للزقف. تتعرض للمضايقات او حد لعمى؟ شوف, ابدا ما لمضايقات. انا تعودت انه ما تكون مضايقات, هي ما عاد شيء انه انا اتضايق. بالعكس, لما هم يحكوا يعبروا عن محبتهم, يخبروني هنا شو عم يحسوا, شو حابين, شو ما حابين, بالنسبه لي هذا هو انا فهي مرحله التواصل معهم اللي انا بتقبل كثير. في منهم بيقول بليز ما تحسنا سأله, ما تحسنا غلاظ عم تسال عليك. بالعكس, في لان حد معين لا تتقبل, بس لما بيزيد الموضوع عن حد اكيد ما بزيد. عندي يعني عندي خبره كيف انه انا سيطر على الامور وكيف انا اتواصل معه. حدا من المعجبات لازق يعني. على البلور يعني, يارا شبعني يعني. ما عندك اخبار يارا؟ تحياتنا لزميلتنا يارا, اليوم موجوده معنا. ويارا على فكره بدها تاجل الموجز تبع الاخبار بس تقعد تحضرك اليوم. يلا يارا. فاذا منيح انك قادر تسيطر على هذا الانتاج. شاب وصغير ونجم باول الطريق, يمكن عاده يمكن في معجبين او معجبات بتعدوا حدودهم, بيفوتوا كتير لخصوصيات الفنان. قدرت بمرحلة انه انا خلوني يهتموا اكتر بحياتي الفنية والاغاني اللي عم اقدم لهم اياها. اي فانز لاي فنان بيحب يعرف تفاصيل اكتر عن حياته الفنان. قدرت انه بمرحلة انه انا نتخطى هي القصص. طيب اليوم في جديد وفي الأجد يعني. احنا عرفنا سكوب, وعرفنا اطلاق الأغنية, وعرفنا اطلاق الألبوم. محمد, اليوم انت بتنوع الألبوم, ما قلنا حكينا ما هو ما بين الشعبي والطربي والرومانسي, وانت حدا كمان خاض تجربة الألبوم الديني مسبقا, الأغاني الدينية كمان مع اكيد شركة جامو كمان. تمام. والتجربة كانت حلوة كألبوم ديني. اي شيء انا قدران انه انا اني انا غني اني انا اقدمه بمناسبة معينة. اكيد الالبوم هو البوم نزل بمناسبة شهر رمضان, البوم روحاني بيقربنا لربنا بكل اللحظات. تجربة حلوة, 10 اغنيات بالبوم يامن, 10 ادعية, فين قول مو اغنيات, 10 ادعية, 20 دقيقة يعني. الالبوم كتير مدته قصير, 20 دقيقة, صورنا منه اربع ادعية. كتير تجربة, بفخر اني انا خطة هي التجربة, واكيد لح يكون في تجارب تانية ان شاء الله. اكيد كمان, ويمكن حتى انت سبق وغنيت اغنيه وطنيه لسوريا بالسابق, حتعيد التجربه؟ في شيء محضر قريبا؟ باللحظه اللي بنحس فيها اكيد نحن بالاخير اولاد هاي البلد. لما نحس حالنا نحن بتعرف في مشاعر جوا بتتحرك جواتنا. ما بحب اني اعمل شيء ما اكون حاسس فيه. لما نحس انه لازم نعمل شيء لبلدنا, مثل اغنيه تطلع من القلب, اكيد انا رح اكون جاهز لاخذها كمان, اني انا اغني لبلدي سوريا. وإن شاء الله ترجع بلدنا ونغني أغاني فرحة الناس تفرح فيها. نغني أغاني هي الفرح. نفرح فيك مثل ما فرحنا بتوقيع الألبوم الجديد. حنفرح أكثر إذا نسمع من عن مازن الأغنية الوطنية اللي غنيتها لسوريا, ونشوف
قديه الاغنية بعدها عايشة بقلوب الناس بعدها عم يتابعوها. انت غنيت لبلدك, غنيت بهذا الاحساس العالي مثل ما دايما عارفانينك ودايما متوقعين منك. قلت لي محمد عم تحضر لشي يمكن بس بوقته, يعني لما تحس انه صار الوقت نغني لسوريا ما بدنا نفوت بهي موجة الاغاني انه بس نغني اغنية وطنية ودبكة وحماس. صح صح قد ما تكون اغنية الى رسالة, لازم بس نحكي عن لازم يكون الاغنية الى وقتها, لازم يكون الى رسالتها. دايما ان شاء الله اقدر انه انا فوت اختار اللحظات الصح. لأن في شفنا موجة من المطربين يمكن أول مرة بنسمعهم هن اللي ركبوا هاي الموجة الأغنية, صار طبل وزمر وبس أنه حطوا أغنية فيها كلمة سورية أو فيها كلمة شهيد أو فيها رصاصة أو فيها شيء وقالوا لك إحنا عم نغني أغنية وطنية. بالآخر الله يعطيهم العافية, كل مين غنى للبلد وكل مين غنى للشهداء البلد وكل مين غنى لسوريا, فبالآخر كمان ما فيك تلوم حدا, بالعكس كل حدا على قد إمكانياته, على قد مقدران يختار, على قد مقدران يختار لحن وكلمة. بالآخر كل حدا حسب إمكانياته, وبالآخر أكيد كلياتهم العالم كله سمعت لهم وكلهم حبتهم وكلهم شاركوا بلدهم أوجاعه وفرحته كمان لح يشاركوا. قبل ما نسمع الأغنية خبرني بالألبوم الجديد مع مين تعاونت من شعراء, مع مين تعاونت من ملحنين؟ أنا شايف كريم أخذ الساحة الكبرى من الموضوع. في شيء من كلماتك وألحانك؟ أكيد الألبوم ما كان في شيء من كلماتي, كان في أغنيتين من ألحاني واللي هي الأغنية بالأغنية الجزائرية وقتاش تعود واللي هي من كلمات فاروق الجزائري وشريف رضا وتوزيع جاماري رياشي. في الأغنية الثانية تبع ملا مسحة كانت كمان من ألحاني, كلمات نضال كرم توزيع توني سابا. هدول الأغاني اللي كانوا من ألحاني. الأغنية الثانية تعاملت فيهم مع شعراء وملحنين من سوريا, في اشتقت لك وشو اللي خلاني من كلمات وألحان عناد خوري وتوزيع المبدع علي حسون, وفي الأغاني اللي صورتها بتحبني اللي نزلناها فيديو كليب كمان صورناها, كمان هي أغنية مصرية كلمات صفوت زينهم وألحان أحمد صالح وتوزيع الموسيقي والسوري خالد. شو بدي أقول لك كمان, في أغاني أخذنا تجربة أغاني تراثية, كان بالأصل أغاني من التراث الشعبي القديم. أغنية وين أولي هي أغنية باللهجة الفراتية, أستاذ كريم كبار رجع عاد تلحين كلماتها وكمان وزع علي حسون. الأغاني الرومانسية المشتاق كلمات ناي مظلوم وألحان وتوزيع الأستاذ خالد. كم كبير شوفي, ما في كلمات وألحان أستاذ كريم كبار, توزيع الأستاذ خالد. ما شاء الله يعني في باعة مشكلة من الكلم من الشعراء الملحنين الحمد لله. في أغنيتك عن سوريا الأغنية الوطنية من كلمات وألحان, أغنية سوريا شعبك أكبر ألحان الأستاذ كريم كبارة وكلمات ناي مظلوم. أوكي رح نسمع من عند مازن. سوريا شعبك أكبر بالفتنة ما بيتأثر, سوريا شعبك أكبر بالفتنة ما بيتأثر, بغير كل الأحوال بغير كل الأحوال, وهو عمره ما بيتغير. يا سوريا شعبك أكبر بالفتنة ما بيتأثر, ما بيركع إلا الرب الكون. بإيدي سوريا تتعمر, عايش عطول الزمان بالمحبة ووحدة أديان. ما بيتفرق
مهما كان وقت الشدة أصله يظهر تاريخ بطولات شهداء وتضحيات أرواح ودمعات كرمالك يا سوريا تصغر سوريا بتكبر بولادة بتكبر فيك محمد باش نجم موجودة بالساحة الفنية اليوم انت قررت ما تكون مع انتاج الالبوم هو من شركة مصرية قررت الانطلاقة تكون من الشام من بلدك متواجد موجود بشكل دائم حتى ادارة اعمالك حولتهم للشام واكيد عم بيكون دايما عندك هذا التواجد حتى انت يعني معرف عنك انه انت حدا بيشتغل بالبزنس بالاضافة للفن وبتدير فندقك الخاص لعائلتك كمان وما بعدت عن الشام ولو دقيقة واحدة غير لأنك تنجز عمل أو تقدم حفلة وترجع فيعني ترفع لك القبعة محمد شكرا كثير شكرا كثير علق أحكي طبعا بداية أنا أكيد تواجدي ببلدي سوريا مع أهلي وأهل بلدي اللي أنا عشت معهم كل هالفترة ألبوم أنا مشتاق تم تنفيذه كله بالرغم أنه أكيد وزعنا بمصر وبلبنان بس تنفيذ كله وتسجيل صوتي كله كان موجود بقلب سوريا سجلنا عند الاستوديو اياد رماوي كان التنفيذ كلياته عنده مثل ما قلت سابقا ما بدي ارجع اكرر حالي بس هو جد الالبوم كان هو هدفنا انه يكون هو ميد ان سوريا البوم انه يكون صنع في سوريا نوجه للكل نرجو نحن قدرانين نشتغل ميوزك بعدنا ببلدنا قدرانين نعمل فن قدرانين نحن نطلع بكواليتي كثير مهمه ننافس فيها كثير فنانين ثانيين وهذا الشيء الحمد لله قدرنا ننجح فيه وأكيد أنت بتحكي كبزنس وكتواجدنا هون بسوريا أكيد كل فنان عنده ظروفه بيضطر في فنان بتضطر تسافر في فنانين بتضطر تترك البلد لظروف معينة بس أكيد كل مين هو قادر أنه يبقى ببلده يبقى هو بالأصل كلياتنا حامين اسم كل الفنانين السوريين حامين اسم بلدنا سوريا فإذا نحن قدرانين نبقى موجودين ببلدنا ندعم بلدنا نكون موجودين فيها إيد بإيد أكيد الفن رح يكبر أكثر وأكثر بالبلد أكيد ويمكن مثل ما كنا عم نحكي حكينا أنه أنت عندك إن شاء الله إطلالة سينمائية والألبوم هلأ وشو بعد في مشاريع بجابت إدارة أعمالك شركتك أنت كبزنسمان أنت كفنان شو محضر محمد أكيد من بعد ما نزل ألبوم أنا المشتاق أكيد عم نشتغل عم نعمل يعني كأنا فنان عم بعمل كل مجهودي أنا وشركتي جامو انه نحن ننشر هذا الالبوم اكثر نوصله للكل مثل ما شايف هذا الشيء اللي عم نشتغل عليه وقعنا الالبوم بسوريا وان شاء الله نقدر ننتقل لاكثر من بلد لحتى كمان نروج الالبوم اكثر اكيد في بالسنه الجديده في انترفيوز اكثر رح يكون في انترفيوز بلبنان بمصر ان شاء الله في مهرجانات عم نحكي فيها كرمال السنه الجديده نكون متواجدين فيها بوجه تحيه لمايا كمان بلبنان اكيد مايا الصحفيه مايا درويش كمان تشكر تواجدها اجت من لبنان خصوصا لتكون معنا بتوقيع الالبوم عم تسمعنا هي الخطوات القادمة أكيد صورنا أكثر من فيديو كليب بدأنا بفيديو كليب بتحبني هلأ فيديو كليب أنا مشتاق حاب أعطيك سكوب عن فيديو كليب أنا مشتاق كمان اللي نزل برومو تبعه هلأ لح يشوفوا الكليب أكيد بتاريخ 20-12 20 ديسمبر هلأ بعد لح يكون الفيديو كليب كمان لح يكون متواجد على السوشيال نتوركس على اليوتيوب على تلفزيون مزيكا الفيديو كليب كامل لح يشوفوه ب 20 الشهر إذا ب 20 الشهر كمان 20 الشهر يعني كترون هذول أنا بحب اسكوب 20 الشهر اكيد حتكونوا مع متابعه على كليب محمد باش الجديد وحتحضروه اكيد على كل القنوات وكل السوشيال ميديا مثل ما وعدتكم بعد في كتير ناس عم بتبعت لك اعجابات ومزيد من يعني ما سامحوني عم حاول اقرا للكل كتار وانا بدهم جد يسامحوني في كتير وفي منهم عم يتكرروا مره واثنين وثلاث ما يعذرونا لضيق الوقت لا أنا أكيد مفوت أنا بطلع شوفهم وكل شيء مسجات إنبوكس على الفيسبوك على الإنستغرام على التويتر كله عم بمتابعهم كمان على صفحتنا نينار إف إم أكيد صح صفحتنا نينار إف إم كلهم رح نشوف كل الكومنتس وكل التعليقات إن شاء الله محمد اليوم بهيدا الإطلالة أنت أول لقاء صحفي انترفيو مقابلة لقاء صحفي عملت أثناء إطلاق الألبوم بس أنت أول انترفيو من بعد غياب سنتين تقريبا عن الإعلام بتكون موجود معنا باستديو 14
ما فهمت عليك. أول أنت رجوع أدي صار لك قاطع عن الأعلام. أكيد جربت بفترة التحضير للألبوم، بتعرف ضغوطات الوقت والوقت اللي أنا جربت معك كتير. عن جد أنا كنت عم بعتذر من الكل، لأنه يعني أنا جد حابب إني أنا أطلع، كنت أعمل لقاءات وإني أتواجد بهالفترة، بس أنا عن جد كان آخذ الألبوم كل وقتنا، ما قدرت يعني إنه أنا أكون متواجد. مثل ما قلت لك، من أول ما نزل ألبوم أنا المشتاق ابتدينا انترفيوز ولقاءات وبعدنا مكملين. يعني هي كمان الفنان هو يعني هو هذا المايك هو فيك تقول واحد معشوق الفنان والموزيع كمان. عم تقلي أماني بس تقرأ التعليق. بدي بعد محمد أنه يعطيني رأيه بلوحاتي، لأنه رأيه بهمي وفنان ورسام والغناء فن رائع. رهف رهف وصلني الانبوكس تبعها، وإن شاء الله بيعرف فرصة بدي التقي فيها وشوف الرسومات تبعها وأعطيها رأي فيهم. شكرا يا رهف. نانسي كمان، نانسي عامر، أمر عم تقول مسار حبر من سيما لك الأحساس، روعة الألبوم من نجاح لنجاح. مع ملك عم يبعتوا أكثر من مرة، فايزة فوزية كمان شكرا لك. جوجو شكرا، وعلى الأخيرة مبلشت عم تسمع الأغاني تبع الألبوم. مين بعد بيسامحوني؟ أنت بتعتذلي من الكل. أنا بدي أتشكرهم لأنه تواجدوا معي حتى بالإنترفيو، شيء كتير بيعني لي أنه يكونوا عم يدعموني عم يسمعوني طول الوقت. وأنا شيء كتير بسيط، ألبوم المشتاق وهدية لإلهم، وفيديو كليب المشتاق أكيد لي هلأ نازل وعشرين شهر ورجع وقول مرتاح، حس حالي عمامي كتير بيعني. لا برافو، لانه هذا المطلوب. يعني عاده احنا بنقول انه ليه ما كذا، بيقولوا عاده انه ضعف الاعلام، ضعف السوشيال ميديا، الاعلام ما خدم هذا الفنان، ما بيعرف يروج لحاله. انت عم تشتغل صح، وانت عم تشتغل بطريقه مزبوطة. لازم الفنان اذا ما كان في حدا واقف حده هو يروج لنفسه، هو يعمل هذا. انت عندك معجبين ومحبين ومتابعين، فهيدا اقل ما يمكن. محمد اكيد من خلالكم، من خلال راديو نينار وانترفيو اليوم معك غياس، انا مبسوط كثير اني عم جد عم روج لالبومي، عم روج الفيديو كليب الجديد انا مشتاق، وعم عم عم بسمع كومنتس تبع الفانز، وبدي اوعدهم انه انا رح ارد على كل كومنتس تبعهم. بتشكرهم كثير 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 اكيد. وطبعا هلا ليك سمعنا من يعني انا وانا مشتاقين. انا بغني من الالبوم يعني، بس احنا وعدنا كثير ما بيان وقت كثير، خلينا نسمع منك شيء ما انا موجود بالالبوم. نسمع من قديمك رح انساكي، نسمع بصوتك لانه ما خليناك تغني بالحلقه اليوم، ريحناك. اكيد رح انساكي، عم بزور انا من لا بالعكس، رح انساكي من الاغاني القريبه كثير لقلبي، كلماتي والحاني وكثير بحبها، اغنيه كثير بحبها والى حالي خاصه. يلا نسمع. لما تبطل تشرق شمس، لما الشجر يوقف همس، لما بيدبل كل الورد رح انساكي، لما تموت قلوب الناس، ولما منفقد كل احساس، ولما النار بتبقى برد رح انساكي، مشتاق لك يلي كنت وحضلي روحي وحياتي وتاري ونغماتي، خليكي جنبي ولا تصدقي قلبي لو مرة قالك يا سوريا بنساكي. تيرارارا لما الشجر يوقف همس، لما بيتبل كل الورد رح انساكي، لما تموت قلوب الناس، ولما نفقد كل احساس، ولما النار ما رح ننسى هذا اللقاء ابدا، حيكون مطبوع بذاكرتنا بذاكره الكل. باستديو 14 انا فخور بوجودك، انت فنان تستحق، وحد عم يتعب حاله كتير، واكيد رح نلتقي فيك نجم دائم باستديو 14، ومرحب فيك دائما. لك شلون الوقت مرق بسرعه؟ انا كنت متوقع يمرق بسرعه. كنت اتمنى يكون الوقت اطول ونحكي اكثر واكثر، نحكي عن مشاريعك، نحكي شو في شيء مستقبلي، وين حتكون. اللي اكيد انا هلا اول شيء خليني اكيد ما بدي اتشكر، ما بكفي شكر اذاعه نينار، استاذ غياس، الكل معنا بالاعداد والاخراج،
عن جد أنا تواجدي ببلدي اليوم بإذاعة نينار من بعد توقيع الألبوم وإني أعطي كل هالسكوبس لإلك غياس. شرف كتير إلي وسعيد كتير بلقائي معك وبوعدكم أكيد بلقاءات قريبة وكتيرة بكل شيء جديد. ما لح أبخل على حدا، لح كون دائما متواجد. هذا وعد أكيد يعني إن شاء الله الله هيك يقدرني أنا أكون قد هاي الوعود تبع اللي عم أقدمها. وبشكركم كتير للقاءكم. شكرا محمد بعد، شكرا من القلب كتير كبيرة. بدي اتشكر كل فريق العمل اللي دايما. ليش هيك بتعملي بتلاقيني بتقلي صار وقت الموجز وانا فوت بالحيطان وما بقدر ما اسمع الموجز بصوتها يا دشباني. هلا بدي اتشكر كل فريق العمل اللي بيرافقنا. بدي اتشكرك محمد، شكر شكرا مدير اعمالك الاستاذ كريم اللي تواجد معنا اليوم رغم مريض وكان عنده سفر الله يعطي العافية تواجد معنا. مازن الحلبي بالاخراج. بدي اتشكر كل اللي كانوا عم يحضروا مسبقا على حتى على الفيسبوك وتويتر على اللقاء وتشكلوك عم يقولوا لي هلا انه ليك عم بيشوفوا البرومو جدا ناجح وحابينه. شكرا. من كل الوطن العربي دائما هتكونوا مع اشياء جديده وسكوبات جديده بحلقاتنا الجايه من استوديو 14. فيكم تلاقونا الاثنين الجاي بنفس الوقت. هلا صار لازم اودعكم كلمه تغياس معكم وبدكم. باي 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 باي.